القرية الترفيهي، نادي متواضع وبسيط وكله يعني من أعمال تقنية حديثة. انتقل للجهة الثانية كما نلاحظ هنا. حقيقة نحبنا بهذا المشروع ونريد من يقبلنا هذا الغلام مبدع، إنسان عنده أفكار بس ما هو وجدنا من يقبلنا هذا الشخص. هذا عملية تدريب الآن العضلات كما تلاحظون الأثقال كلها يعني مميزة. الجهة الأخرى هذا كذلك تاج محلي صناعة يدوية ولكنها تدي الغرض في التدريب. في الناحية الأخرى الأعلى ما شاء الله تبارك الله، هذا هو النادي، نادي القرية الترفيهي. في الأخير هنا نلقاكم على خير.